فتحي لا فتحي في المستشفى بقى لها 5 ايام وتعبانه، ومفروض النهارده كان يبقى فيه خروج ليها، يكتب لها خروج، وكانت على وشك الخروج فعلا وتعبت جدا جدا جدا، وجالها هبوط وجالها تعبت حتى بدنيا، والدكتور كشف عليها ومنعها ان هي تطلع بره المستشفى وان هي تتعرض لضغط من الضغوطات ديت، والراجل اعلن عدم مسؤوليته لو هي خرجت، ودي حاجه طبعا ما نقدرش يعني نجازف بحاجه زي دي. يعني هي في المستشفى هي متعلقه لها محاليل وبتاع، يعني فاهم ازاي، يعني هي راقده في السرير، هي نايمه طول الوقت خلاص في المستشفى. السبب اللي